بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا، تقبل منا رمضان وتقبل منا القرآن، اختم لنا رمضان يا الله بالرحمة والغفران والعتق من النيران، وتجاوز اللهم عن طعن ضعفنا وتقصيرنا، وعاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يسر لنا أمورنا وأصلح لنا أحوالنا. اللهم إنا نسألك أن نكون من أهل القرآن الذين يعملون بالقرآن. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن يقيمون حروف القرآن ويضيعون حدوده، نعوذ بك أن نكون ممن تسعر بهم النيران.
اللهم احفظ قلوبنا من النفاق والرياء والشرك يا رب العالمين، واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل فيه لأحد نصيبا يا رب العالمين. اللهم تجاوز عن سيئاتنا واغفر زلاتنا وأقل عثراتنا. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم على طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين المخلصين المخلصين، واجعلنا من حملة هم هذا الدين، ومن المبلغين عنك وعن رسولك الكريم، برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقبلها منا يا أرحم الراحمين، وأدخلنا الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نطمع في عفوك وغفرانك ورحمتك، ونطمع في فضلك وجودك وكرمك، وقفنا ببابك تائبين، فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين، ولا عن جنابك مبعدين، ولا من رحمتك مطرودين. تقبل منا أجمعين، تقبل منا أجمعين، تقبل منا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن فينا محسن فهبنا جميعا إلى سعة عفوك ورحمتك يا كريم. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ورحمتي وسعت كل شيء، فلتسعنا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وكل من له حق علينا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم رب لنا أبناءنا، واجعلهم قرة أعين لنا، واحفظهم بحفظك يا حفيظ يا عليم، جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن.
وطن نستودعك دينهم وفطرتهم نستودعك دينهم وفطرتهم نستودعك أعراضهم وأخلاقهم وأجسادهم اجعلهم يا ربنا من المسلمين اجعلهم يا ربنا من المؤمنين واجعلهم يا ربنا من المحسنين واحفظنا واحفظ ذرياتنا إلى يوم الدين من كل شيطان رجيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يوفق إلى قيام ليلة القدر وتقبلها منا بفضلك يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك من كل ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعل بفضلك كلمة الدين وأخز أعداءك أعداء الدين اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويهلك فيه أهل عداوتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بشرعك يا رب العالمين مكن لعبادك المسلمين المستضعفين وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين وأهلك الظالمين وأهلك الخائنين وأهلك المفسدين عليك بهم أجمعين فإنهم عبيدك ولا يعجزونك يا قوي يا متين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى غريب يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا عاصيا إلا هديته ولا عاصيا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا أسيرا إلا فككته ولا أسيرا إلا فككته ولا أسيرا إلا فككته ولا عسيرا في رضاك إلا يسرته ولا سائلا من فضلك إلا أعطيته ولا كثيرا إلا جبرته ولا كثيرا إلا جبرته ولا كثيرا إلا جبرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا
مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته. اللهم إنا قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا برحمتك وجودك وفضلك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.